السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس النهاردة هو المساحة الجانبية الكلية لكل من المكعب ومتوازي الأضلاع. هنشتغل على المكعب الأول، بعد كده نشتغل على متوازي الأضلاع. قبل ما نبدأ في المكعب ونعرف المساحة الجانبية والمساحة الكلية والمسائل بتتحل ازاي، لازم نفتكر شوية معلومات عن المكعب. المكعب هو شكل ليه 6 أوجه. طول الحرف ده اللي هو لام، اللي هو الضلع اللي بيتقابل فيه كل وجهين، يبقى ليه 6 أوجه. وجه المكعب ده هو أوجهه كلها عبارة عن مربعات، يبقى مساحة الوجه هو عبارة عن طول الضلع في نفسه اللي هو خلاص بقينا بنقولها لام تربيع. حجم المكعب هو طول الحرف في نفسه اللي هي لام تكعيب. محيط وجه المكعب هو محيط المربع اللي هو 4 في طول الضلع اللي هو 4 لام. طيب المكعب ليه كام حرف؟ لو عدناهم مع بعض زي ما عدناهم الترم الأول، المكعب ليه 12 حرف. كل المعلومات اللي أنا قلتها دي هنستخدمها في إيه؟ في حل المسائل. طيب يعني إيه الأول مساحة جانبية ومساحة كلية؟ المساحة الجانبية من الآخر هي عبارة عن مساحة الجوانب بتاع المكعب. أنا لو بصيت لأي مكعب هلاقي إن أنا عنده 4 جوانب وعنده وجه فوق وجه تحت، هنسميهم القاعدة. يبقى المساحة الجانبية هي مساحة الجوانب الأربعة اللي في الجنب، والمساحة الكلية هناخد كمان مساحة القاعدتين اللي هي فوق وتحت. يبقى المساحة الجانبية هي مساحة 4 أوجه، يبقى 4 لام تربيع. المساحة الكلية هي مساحة 6 أوجه، يبقى 6 لام تربيع. طيب نبدأ ندخل على المسائل. أول مثال، مكعب مساحته الجانبية 36 سنتيمتر مربع، اوجد مساحة الوجه الواحد ومساحته الكلية. طيب أنا مدين المساحة الجانبية، فأنا هكتب قانون المساحة الجانبية. المساحة الجانبية بيساوي 4 لام تربيع، هعوض عن المساحة الجانبية بالعدد اللي هو مديون اللي هو 36 بيساوي 4 لام تربيع، وأبدأ أحل عادي. يبقى أنا هنا هقسم على 4، يبقى لام تربيع بيساوي 9 سنتيمتر مربع، ومنساش إن دي مساحة، يبقى وحدتها وحدة مساحة مربع، وحدة مساحة. تمام، أنا جبت المساحة الوجه الواحد، أقدر من خلاله أجيب المساحة الكلية. المساحة الكلية بتساوي 6 لام تربيع، أو 6 في مساحة الوجه الواحد، يبقى 6 في 9 بتساوي 54 سنتيمتر مربع. طيب المثال التاني بيقول لي مكعب محيط أحد أوجهه 32 سنتي، أوجد المساحة الجانبية للمكعب وحجم المكعب. أنا المثال اللي قبل كده أو من القانون عارف المساحة الجانبية أو المساحة الكلية، عشان أجيبها لازم يكون عندي إما طول الحرف يا إما مساحة الوجه الواحد. طيب هو مدين هنا محيط أحد الأوجه، من المعلومات اللي فوق عارفين إن محيط وجه المكعب هو 4 لام. يبقى أنا هقول إن طول حرف المكعب هو عبارة عن المحيط على 4، 32 على 4 يطلع 8 سنتي. خلاص أنا كده كتبت طول الحرف، أقدر أجيب المساحة الجانبية اللي هي 4 لام تربيع. وقلنا من ساعة ما خدنا مساحة الدايرة قلنا إن لام تربيع دي معناها لام في لام مش لام في 2، يبقى 4 في 8 في 8 هيطلع. الخطوة دي احنا قلنا ممكن نستخدمها بالآلة إن هي تطلع 256 سنتيمتر مربع، ومنساش إن هي وحدة مربعة. طيب عايز حجم المكعب. المعلومات برضو اللي احنا فكرناها ان حجم المكعب هو طول الحرف في نفسه اللي هي لام تكعيب، يبقى 8 في 8 في 8 زي 512 سنتيمتر مكعب، لكن الحجم بتبقى واحدة مكعب. طيب ممكن في امثلة تانية يديني مجموع اطوال احرفه، ممكن يديني مساحة الوجه الواحد، ممكن يديني المساحة الكلية ويطلب مني مساحة جانبية. ممكن يسألني سؤال تاني خالص يقولي ايه النسبة بين المساحة الجانبية والمساحة الكلية. انا لو عملت النسبة اللي هي 4 لام تربيع الى 6 لام تربيع هيطلع لي 2 الى 3. كده احنا خلصنا المكعب، وفي امثلة كتير هنحلها ان شاء الله الموضوع هيبقى بسيط. لو جينا شفنا متوازي المستطيلات برضو هنحب نفتكر عنه شوية معلومات زي ما عملنا كده بالظبط في المكعب. عندي متوازي المستطيلات هو عبارة عن أوجه كلها مستطيلة، ممكن يبقى فيه القاعدة تبقى مربعة زي حالة خاصة للمتوازي، بس أنا هعتبر إنه إن أوجه كلها مستطيلة. ده عندي الطول وده العرض وده الارتفاع. خلاص يبقى أنا عندي أوجه متوازي المستطيلات كلها مستطيلة. محيط المستطيل عشان نفتكر، لان انا هعوز اجيب محيط المستطيل هو الطول زائد العرض في 2، مساحة المستطيل هو الطول في العرض، حجم متوازي المستطيلات هو الطول في العرض في الارتفاع، او كنت اقدر اقوله على مساحة القاعدة في الارتفاع. نيجي ندخل على قانون المساحة الجانبية. هو دايما نحاول نفتكر لو حجم المتوازي هو مساحة القاعدة في الارتفاع، فالمساحة الجانبية هي محيط القاعدة في الارتفاع، لازم ما تلخبطش ما بينهم. طيب المساحة الكلية، احنا قلنا من المكعب ان المساحة الجانبية هي مساحة الاربع جوانب. المساحة الكلية هي الاربع جوانب زائد الوجه اللي فوق الوجه اللي تحت. المساحة الكلية هيبقى عبارة عن المساحة الجانبية والوجه اللي فوق الوجه اللي تحت اللي انا هسميهم القاعدتين. يبقى المساحة الكلية هي المساحة الجانبية زائد مجموع مساحتي القاعدتين. طيب هنحل برضو امثلة. توازي مستطيلات طوله 9
سنتي وعرضه 6 سنتي وارتفاعه 10 سنتي، اوجد المساحة الجانبية والمساحة الكلية، مديني الطول والعرض والارتفاع، يبقى انا اقدر ايه احل على طول. هكتب قانون المساحة الجانبية، واهم حاجة اكتب قوانين المساحة الجانبية بتساوي محيط القاعدة في الارتفاع. محيط القاعدة انا عارف ان قاعدة متوازية المستطيلات، هي هنا مستطيلة لان لان الطول غير العرض، يبقى 9 + 6 × 2 × 10 هيطلع لي 300 سنتيمتر مربع. جبت المساحة الجانبية اقدر اجيب المساحة الكلية، وافتكر هنا ان انا ما اقدرش اجيب المساحة الكلية غير لما يكون عندي مساحة جانبية، في المكعب اقدر لكن في متوازي المستطيلات ما اقدرش. يبقى عندي هقول المساحة الجانبية اللي انا لسه مطلعها 300 زائد مساحة القاعدة، قاعدة المستطيل، قاعدة متوازي المستطيلات هي مستطيل، يبقى الطول في العرض، وعشان هما قاعدتين فوق وتحت يبقى انا ايه هضربهم في 2، يبقى 9 + 6 × 2 واجمعهم كلهم على 300 هيطلع لي 408 سنتيمتر مربع. طيب اوقات بتبقى ايه، هتبقى القاعدة عندي مربعة، يبقى أنا هستخدم مساحة المربع اللي هو إيه طول الضلع في نفسه. ممكن كمان يجيب لي في مسائل ويقول لي إن هو المساحة الكلية، بيقول لي مثلا ده صندوق من غير غطاء، أو يقول لي مثلا شقة ومش هدهن مثلا البلاط، يبقى أنا كده ساعتها هجيب إيه مساحة قاعدة واحدة. طيب ندخل على مثال تاني، إذا كانت المساحة الكلية المتوازية المستطيلات بتساوي 132 سنتيمتر مربع، والمساحة الجانبية المساحة الجانبية ليه 112 سنتيمتر مربع، اوجد مساحة القاعدة المتوازية المستطيلات. مديني المساحة الكلية والمساحة الجانبية، وأنا من القانون المساحة الكلية عارف إن المساحة الكلية بتساوي المساحة الجانبية زائد مساحتي القاعدتين، يبقى أنا لو عايز أجيب مساحة قاعدة واحدة بطرح المساحة الكلية والمساحة الجانبية، والرقم اللي هيطلع لي هقسمه على 2، وده اللي احنا عملناه هنا. المساحة الكلية ناقص المساحة الجانبية على 2 يبقى 132 ناقص 112 على 2 بيساوي 10 سنتيمتر مربع. في أفكار كتير هنلاقيها في الكتاب وفي المذكرة نحلها، وإن شاء الله الموضوع يبقى سهل، ونتقابل الحصة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.